بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجد التحية لكم طلابي وطالباتي الأعزاء في مساق العلاقات العامة، مبادئ العلاقات العامة، كل التحية لكم، نتمنى السلام لكم جميعا بإذن الله تعالى، لكم ولذويكم، وأن تعودوا سالمين غانمين. أكيد الأمور إن شاء الله تكون طيبة، بتمنى يكون بيننا وبينكم تفاعل. بالمناسبة بدنا نجهز حالنا خلال الفترة القادمة لكويز، حبلغكم بكل التفاصيل. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الفصل الخامس واستكماله. طبعا أخذنا المحاضرة الماضية الفصل الخامس اللي كان بعنوان العلاقات العامة مع جماهير المنظمة، وتحدثنا عن ثلاث أنواع من هاي الجماهير في العلاقات العامة زي ما أنتم ذكرين نتذكرهم، اللي هم اللي موجودين في الكتاب صفحة 133. قلنا العلاقات العامة مع جمهور العاملين، العلاقات العامة مع جمهور المساهمين، واليوم بدنا ناخذ العلاقات العامة مع جمهور الموردين، وحناخذ العلاقات العامة مع جمهور المستهلكين، وحناخذ العلاقات العامة مع المجتمع المحلي. طبعا إذا بتتذكروا أخذنا تعريف الجمهور، وحكينا إنه هو الناس أو الفئات اللي بنتعامل معهم، وقلنا هو جمهور المؤسسة في محيط مدينة واحدة أو على نطاق الدولة. طيب بذكر بموضوع مهم جدا يا جماعة، إنه العلاقات العامة عبارة عن حلقة الوصل بين المنظمة والجمهور، وهذه من أول محاضرة أخذناها، وكل محاضرة بعيدها وبزيدها. خلينا نروح للعلاقات العامة مع جمهور الموردين. إيش يعني يا جماعة موردين؟ الآن إحنا حكينا إنه المنظمة إلها جمهور داخلي وجمهور خارج. جمهور داخلي لجامعة الإسراء هم الطلبة والمحاضرين اللي انسايد، اللي جوا المؤسسة. طيب الخارجية اللي بيننا وبينهم علاقات. الموردين إيش يعني موردين؟ يعني مثلا الآن في جامعة الإسراء اللي بيجيب لنا البنزين مورد، اللي بيجيب لنا البنوك والمقاعد مورد، اللي بيجيب لنا أقلام اللوح مورد، كل هدول بنعتبرهم موردين. يورد يعني بيجيب بضاعة، بيجيب أشياء في بطريقة أو بأخرى. طبعا صفحة 162، المنشآت الصناعية بتعتمد على عدد كبير من الموردين للحصول على ما يلزمها من مواد أولية ومهمات ومعدات إنتاجية. طبعا العدد الكبير من الموردين اللي بتتعامل معهم المنشأة في الوقت الحاضر بيستدعي اهتمام كبير من إدارة المنشأة. يعني احنا في جامعة الإسراء بنتعامل مع محطات بنزين، بنتعامل مع تبعون طفايات الحرائق، بنتعامل مع مكاتب، بنتعامل مع مواد غذائية، بنتعامل مع تبعون البنوك، بنتعامل مع السبو، يعني كل الأمور هذه لها موردين، فإحنا بدنا نتعامل معهم باهتمام كبير، عشان هيك بنعمل معهم علاقات طيبة وبنتعامل معهم بشكل كويس. ليش يا جماعة؟ عشان يعطونا سعر كويس ومواد كويسة. طبعا هذا بيجي بشكل أساسي على مسؤولية دائرة المشتريات والمغازن. يعني احنا بالمناسبة انا في العلاقات العامة في جامعة الإسراء لما بكون عندنا فعالية او حدث او مناسبة بنروح للموردين عندنا لدائرة المشتريات وبنحكي لهم ايش؟ اعزموا الموردين اللي بيجيبوا لنا البضاعة عشان بنقوم بيننا وبينهم علاقات. طيب بعض الموردين يتهمون المنشأة بانها تطالب بتخفيضات عالية في الأسعار وشروط مجحفة، لكن بيصير هنا في عنا أزمة ثقة بين الطرفين، هذه بتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. عشان هيك يا جماعة لازم تكون العلاقة طيبة، العلاقة كويسة بين المنظمة والموردين. ثانيا صفحة 164، مزايا العلاقات العامة الطيبة بالموردين. نشوف صفحة 164. طبعا نتبع مع بعض يا جماعة. لا تقتصر أهمية المورد على مد المنشأة بما يلزمها من مواد ومهمات، فالمورد يعتبر من أهم مصدر الحصول على المعلومات المختلفة من السوق. من جانب آخر يحدث أن يقل المعروض من مواد معينة بسبب ظروف خاصة وغير متوقعة، مثل الظروف الطبيعية التي قد تؤثر في إنتاج الحصلات الزراعية. هذه العلاقة، يعني يا جماعة أقول لكم إياها ببساطة، الآن إحنا عندنا مولد كهرباء في الجامعة بدنا له بنزين وسولر، صارت أزمة السولر والبنزين انقطع. المورد اللي بتعامل معاه يعني اللي بيجيب لي السولر والبنزين عشان بينه وبين علاقة طيبة بيقطعنيش،
بيجيب له، بتشوف الأزمات اللي مرينا فيها في غاز وبنزين مثلا، عشان هيك لازم يكون عندي علاقات مع جمهور الموردين. عشان هيك من مزايا العلاقات الجيدة مع الموردين سرعة تنفيذ الطلبات، العناية بحزم المواد وعمل التسويات المختلفة، وقد ينتج عن العلاقة الطيبة منح المورد لعمليه أسعار خاصة أقل من السعر اللي يشتريه من المنافسون. يعني لما بصير بيني يا جماعة وبين المورد اللي بيجيب لي البضاعة للجامعة علاقة، ممكن يعطيني بسعر أقل من ما بيعطي المنافسين، لأن أنا زبون وسرد بيهتم فيه بشكل كبير جدا. طيب متابعين معنا يا جماعة، نكمل. مسؤولية توثيق العلاقة بالموردين، زي ما حكيت لكم، يعتبر قسم المشتريات أو الاستيراد حلقة الوصل بين المنظمة والموردين، عشان هو اللي بيضلوا على اتصال دائم. ليش يا جماعة؟ احنا في جامعة الإسراء قسم المشتريات مثلا بدنا أقلام، بدنا دفاتر، بدنا ورق، منروح لقسم المشتريات، المشتريات بيبعث للموردين بجيب منهم هذه المواد. طيب صفحة 165، سياسة وأهداف العلاقات مع الموردين. طبعا من البديهي أن تكون لدى المنظمة استراتيجية واضحة عن سياسة علاقتها بالموردين، يتوقف نجاح هذه السياسة على سياسة المشتريات. كما أن للعلاقات الجيدة مع العاملين دور مهم في توثيق العلاقة بالموردين، عشان هيك بده يكون علاقة طيبة بيننا وبين الموردين. يمكن توضيح النقاط المطلوب مراعاتها عند توطيد العلاقة المنظمة بمورديها على النحو التالي، وهذا مهم جدا. ما هي النقاط المطلوبة؟ ما هي الأمور المطلوبة مراعاتها عشان يكون علاقتنا طيبة مع الموردين اللي بيجيبوا لنا الأغراض؟ صفحة 165، يلا نقرأ. 1، تعريف الموردين بالمنشأة وإقناعهم بالمصلحة المشتركة. ضروري يكون مصلحة مشتركة يا جماعة، الجامعة بدها تستفيد والمورد بده يستفيد. التعامل معهم على أساس من العمل والصدق، وهذا أساس. ذكرين يا جماعة أول محاضرات قلت لكم العلاقات العامة إيش؟ إعلام صادق وعمل طيب أو عمل إيجابي بيعطينا علاقات عامة طيبة. تنفيذ ارتباطات المنشآت معهم، وضع الإمكانيات الفنية للمنشآت تحت تصرف الموردين، وتبادل الزيارات بين الفنيين والإداريين. أنت بتروح بتزورهم في شركتهم، هم بيجوا بزروك، بصير بيننا وبينهم علاقات. أيضا تنظيم وأعمال برامج الشراء، وهذا الأساس اللي بيننا وبينهم. تزويد الموردين بالمواصفات الدقيقة الخاصة بالسلع، وحسن معاملة مندوبي الموردين. نروح للنقطة اللي بعدها، وأنا بعتبرها من النقاط المهمة في هذه الجزئية. فيما يلي عددا من أهداف برامج العلاقات العامة بالموردين. واحد بيحكي لي مدام أنت بتحكي يا أستاذ إيهاب إنه العلاقات العامة أو الموردين بيرتبطوا بالمشتريات، إيش دور العلاقات العامة؟ خلينا نشوف. 1، إقامة مصالح مشتركة بين المنشأة ومورديها. 2، التفاهم بين الموردين، نعمل تفاهم، التعاون مع الموردين. 4، تدعيم ثقة المورد بالمنشأة، تعريف المورد بشكل مشاكل المنشأة، ومناقشة المنشآت الأخرى في التعامل مع أحسن الموردين. نروح النقطة الأخيرة في هذا الفصل أو في هذه الجزئية، صفحة 167، طرق الاتصال بالموردين. عندنا طريقتين يا جماعة بسيطتين، الطريقة الشخصية وطريقة الاتصال غير الشخصية. إيش الشخصية؟ اللي هي يا جماعة مقابل الموردين، وعن طريق المقابلة الشخصية اللي بقدم له كل المعلومات وبستمع لوجهة نظرهم وبجيب عن أسئلتهم، وكل الأمور بتكون واضحة. أو 2، في الطريقة الشخصية زيارة منشآت الموردين. يعني ننتبه طرق الاتصال بالموردين، عندنا شخصية وغير شخصية. الشخصية أني أنا أقابله أو أروح أزوره. الغير شخصية عن طريق المنشورات، أشوف إعلان في الجريدة وما شابه في هيك موضوع. نكمل. طيب نروح للنقطة الثانية أو نقطة رقم 4، العلاقات العامة مع جمهور المستهلكين. هنا بنيجي للأمور المهمة، المستهلك اللي بتربطني فيه العلاقة بسموه الكاستمر. طبعا صفحة 169، يعتبر المستهلكون من الجماهير الخارجية التي تتعامل معها المنظمة. طبعا ممكن يجينا يعتبر المستهلكون من الجماهير الداخلية التي تتعامل معها المنظمة. ركزوا يا جماعة، جمهور خارجي. يتوقف نجاح المنظمة على ثقتهم. إذا المستهلك أو الزبون اللي اشترى منك أو اللي درس عندك أو تعلم عندك كسب ثقتك، أنت نجحت. عشان هيك يا جماعة، المنتج اللي أنت بتعمله أو
الخدمة التعليمية اللي انت بتقدمها ما إلها قيمة إذا ما حد أخذها، يعني إذا ما في مستهلك، وبالتالي ما في مستهلك ما في علاقات، وبالتالي عشان هيك بدنا يكون عندنا ثقة المستهلك كبيرة جدا. عشان هيك ثقة المستهلك في المنظمة سواء كان الأخير أو السلعة الاستهلاكية يكون لها تأثير على نجاح المنظمة. يعني المنظمة بتنجح بنجاح مين؟ المستهلكين اللي هو أنا وإنت. يعني شركة سين ليش نجحت؟ لأنه أنا لما اشتريت منها عجبني منتجها ونقلت صورة إيجابية عن هذا المنتج، وبالتالي ثقة الجمهور مهمة جدا جدا. طيب عفوا، من الأهمية بمكان الوقوف على وجهات نظر المستهلكين ومقترحاتهم بشأن أسعار المنتجات، جودتها، طرازها، منافذ التوزيع. عشان هيك يا جماعة احنا بنحكي للبائعين او لاصحاب المصانع، اوعى تصنع منتج على ذوقك او مزاجك. بدك تدرس السوق، تشوف السوق ايش رغبته وتدرس هذا السوق. عشان هيك احنا في الجامعات يا جماعه بيجوا بيقولوا السوق مليان، بدنا تخصصات جديده. ليش حكينا بدنا تخصصات جديده؟ لانه الناس بتطلب هذا التخصص، وبالتالي انا معني بدراسه الجمهور، استطلاع اراء الجمهور، اعرف شو اللي بيحبوه شو اللي بيكرهوه والبي رغباتهم وحاجاتهم. طيب نروح للنقطه الاخيره في هذه الجزئيه، طرق الاتصال بالمستهلكين. يعني احنا عندنا مصنع، شركة، جامعة، كيف بدي الزبون او المستهلك يعرف عني؟ صفحة 170، يتم الاتصال بالمستهلكين من خلال وسائل عديدة، منها الاعلان، الدعاية، فيسبوك، اتصال، اعلانات، بروشورات بشكل مباشر بالمنظمة، ممكن رجال البيع اللي حكينا عنهم اللي هو بيقنع بشكل مباشر. ايضا بنقطة مهمة يا جماعة، يجب على المنظمة أن تعمل على تحقيق رضا رجال البيع وارتفاع معنوياتهم. يعني اللي بيطلع بيحكي عنك بدك ترضيه حتى ينقل صورة إيجابية عن المنظمة. نروح للنوع الأخير في هذا الباب يا جماعة، وإحنا في عنوان العلاقات العامة مع جماهير المنظمة، نيجي نحكي عن العلاقات العامة مع المجتمع المحلي، وهذا مهم جدا جدا. طيب ايش هو المجتمع المحلي؟ المجتمع المحلي مجموعة من الافراد والمنظمات التي تحيط بالمنشأة. يقول عالم اللي هو صفحة 173 لورانس ان مصطلح المجتمع المحلي يمثل جميع الافراد والمنظمات التي تتأثر بالمنشأة وتؤثر فيها. يعني احنا بنحكي عن من المجتمع المحلي لجامعة الإسراء، كل الجهات الخارجية من افراد ومنظمات بنعتبرها مجتمع محلي. في تعريف آخر إيش بيحكي؟ المجتمع المحلي لا يشمل فقط الأفراد، ولكن أيضا المنظمات والمؤسسات الموجودة في مكان محدود. عشان هيك نرى إن المجتمع المحلي هو مجموعة من الأفراد. صفحة 173 آخر جزئية اللي نعتمدها يا جماعة، المجتمع المحلي مجموعة من الأفراد والمنظمات التي تشكل بيئة المؤسسة أو المنشأة والتي من شأنها إقامة علاقات جيدة مع المؤسسة. طبعا عشان نعرف طبيعة المجتمع المحلي لابد من القول أن قيام علاقة وطيدة بين المجتمع المحلي والمؤسسة عملية ضرورية. ما دام أنت بتحتك بالجمهور يجب أن يكون هناك علاقة بينك وبينهم بشكل كبير جدا. في عالم اسمه تشارلز صفحة 175 يرى أن تعزيز العلاقة القائمة بين المنشأة ومجتمعها المحلي يتطلب الآتي. عشان أنا أعزز العلاقة بين المنشأة والمجتمع المحلي إيش مطلوب؟ عشان أقيم علاقة كويسة بين المجتمع المحلي والمنظمة إيش مطلوب؟ واحد، الاهتمام بالبيئة من حيث المساهمة في الحفاظ على نقائها وسلامتها. اثنين، تمييز وإدراك القصور الحقيقي في نشاطاتها، المشاركة في البرامج الثقافية للمجتمع المحلي، استيعاب البيئة التي تعيش فيها والاستجابة لمتطلبات صحة وسعادة المجتمع المحلي. ماشي يا جماعة؟ طيب نكمل صفحة 175. ليش المنشآت بتهتم في المجتمع المحلي؟ ليش؟ عندنا ثلاث نقاط. واحد، زيادة اعتماد المنشآت صفحة 176 على تعاون واحترام الناس. التفاعل بين المنشآت والمجتمع المحلي
والعلاقات الجيدة لا تقوم على تحقيق المنافع، بل أن قيام هذه العلاقة يعتبر أحد مسؤوليات المنشأة والمجتمع المحلي. تابعين يا جماعة؟ طيب نكمل صفحة 177، أهداف إقامة العلاقات بالمجتمع المحلي. هذول مهمين جدا. ليش أنا بدي، أنا كجامعة الإسراء إيش معني في المجتمع المحلي؟ يعني ليش أنا معني بالأفراد والمنظمات اللي بتتعاون وما بتتعاون معاي؟ نشوف صفحة 177. واحد، إعلام المجتمع المحلي بسياسة المنشأة وعملياتها، تصحيح سوء الفهم الموجود لدى المجتمع المحلي عن نشاطات المؤسسة، معرفة ما يفكر به المجتمع المحلي لما بحتك فيه بعرف كيف بفكره، التعاون مع الهيئات العلمية والجامعات، التعاون مع مختلف المنظمات الموجودة، وإقناع أبناء المجتمع بأننا الأفضل. مواصلين معكم في العلاقات العامة وجميل المنظمة، وآخر نقطة مع المجتمع المحلي، صفحة 178، النقطة اللي قبل الأخيرة، أسس إقامة العلاقات الجيدة مع المجتمع المحلي. هذول مهمين جدا. إيش الأساسات اللي أنا بدي أقيم فيها العلاقات مع المجتمع المحلي؟ واحد، إيمان المنشأة بأهمية إقامة العلاقات بالمجتمع المحلي. يعني أنت بدك تكون مؤمن كمنشأة أنه يجب أن تقيم علاقات مع المجتمع المحلي، لأنه منك وإله يا جماعة، تحتك فيه، بتتواصل معاه، سواء أفراد أو منظمات أو مؤسسات أو هيئات محيطة فيك، أنت بتتعامل معهم. اثنين، السياسة، عندما تقتنع المنشأة بأهمية قيام علاقة وطيدة بمجتمعها المحلي، فإنها لا بد أن تترجم هذه القناعة إلى سياسة ملموسة. ثلاثة، معرفة المجتمع المحلي بشكل كبير لما بتعامل معه. ونقطة أربعة، العمل، إنه وضع سياسة عامة لإقامة علاقة مع المجتمع المحلي، هذا بيخلي نوع من الأعمال والبرامج. النقطة الأخيرة، الاتصالات ذات الاتجاهين بين مين ومين؟ المنظمة والمجتمع المحلي، والمجتمع المحلي والمنظمة. نروح لصفحة 180، طرق الاتصال بالمجتمع المحلي. طبعا من خلال وسائل عديدة، ممكن يا جماعة عن طريق الاجتماعات، زيارات خاصة للأفراد، شريط فيديو نعرضه، مؤتمرات، ندوات إلى آخره. عشان هيك بدنا نعمل تنسيق لكافة الاتصالات مع الهيئات الخارجية، عم تتواصل مع النقابات والبلديات والمؤسسات، وممارسة اتصال مباشر، إجراء متابعة دقيقة، والتواصل بشكل كبير. طبعا آخر نقطة، ويعني هذه نقطة احنا كنا منتبعها، صور الرعاية في مجالات مختلفة، كيف أنا بدي أتواصل معهم؟ بعمل مسابقات رياضية، بدعم مالي للمنظمات، رعاية بحوث، تخصيص منح مالية للطلبة الغير قادرين، جوائز ومكافآت للطلبة المتفوقين، دعم مالي لأغراض خيرية. طبعا هذا بيجي يا جماعة كله رعاية أحداث، مسابقات للمدارس، مسابقات للجمعات، مسابقات للجمعيات الصحية، برامج تشجير الأخضار، تنظيف البيئة، هذه كلها بتيجي من خلال التعاون مع المجتمع المحلي. هيك بنكون خلصنا، بس حبيت أوضح لكم نقطة مهمة جدا. هل كده بالنسبة للمجتمع المحلي، إحنا كجامعة الإسراء لما نيجي نعمل يا جماعة رعاية لمسابقة ثقافية، هذا ضمن مسؤولياتنا كجامعة الإسراء مع المجتمع المحلي. لما يكون في عندنا بطولة مثلا تنس طاولة للمناطق أو المساجد أو الجمعيات المحيطة، أنا أقدم الجوائز والهدايا والكؤوس، هذا ضمن العلاقة مع المجتمع المحلي. إيش المجتمع المحلي؟ الآن إحنا جامعة الإسراء، مين المجتمع المحلي لنا؟ كل الأفراد والمنظمات المحيطة في المجتمع أو في مؤسسة جامعة الإسراء في قطاع غزة، هدول لازم أنا أعمل معهم كونكشن يا جماعة، هدول لازم أعمل معهم علاقة، لأنه في أي لحظة من اللحظات هذا المجتمع المحلي ممكن يكون تارجت جروب إلي أو فئة مستهدفة من خلال أنه أبنائهم أو أبناء العاملين بيجوا عندي. الآن أنا لما بعمل رعاية لمدارس الثانوية العامة يا جماعة لأنشطة رياضية، ما المدارس الثانوية الطلاب حجيبهم عندي يسجلوا في جامعة الإسراء. فهذا ببساطة العلاقات العامة مع المجتمع المحلي. يعطيكم العافية، هيك بنكون خلصنا الفصل الخامس، بيتبقى إن شاء الله عنا فصل واحد حناخده المحاضرة الجاي، اللي بعنوان صفحة 185، آخر فصل إن شاء الله حيكون معنا في المساق، هو تنظيم أجهزة العلاقات العامة. هيك بنكون خلصنا المحاضرة لليوم، بتمنى تكون استفدتوا منها إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية،
وبتمنى لكم التوفيق جميعا، ودائما نتمنى لكم السلامة لجميعا.